بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. كتاب يا هداية المستفيد في أحكام التجويد، شكون مالك أركا فصلي في بيان أقسام الوقف. كركا نانغو كبينوا أقسام ذا وقف. وقف معناه نقسم مو. الوقف ني أما الوقوف ني كوا نقسم مو. الوقف شيخنا قال إلى كم قسم تنقسم الأوقاف التي يقف عليها التالي للقرآن الكريم؟ هذه مهلكة وسمامو مونت نقسم القرآن أقسام زني كم؟ جيم تنقسم إلى أربعة أقسام. أقسام زني نه هديرو تام وكاف وحسن وقبيح. تام معنى فنوى وقف تام كامل معنى كامل نني يكمل شيء معنى نلفظية بيكمل شيء. وكاف معنى يبدأ كاف هتوشا هتوشا ك Fanyani ije. Mute fanyani please. Naam. Kafin. Aqsam odonio. Wa kafin ni itoshere. Itosheze. وحسن صورة وقبيح معنى وقف قبيح وقف مبوفو وقف كامل وقف إتوشيزو وقف صورة نوقف معنى مبوفو سينما هدير شيخي ما هو الوقف التام نيني وقف التام كامل جيم هو الوقف على كلمة نموت قسمما إلو يا كلمة الوقف قسممو على كلمة إلو يا كلمة كلمة إيو لم يتعلق إن تخشكمنا ما بعدها كلمة إيو إن تخشكمنا كوذي زنكويو بعدية بها ككلمة إيو ولا بما قبلها ولا كوذيو انتخشيكا مانا كوذيزي وليكو قبلها لا لفظا سيوك لفظي ولا معنا ولا سيوك معنا انتخشيكا مانا معنى اللفظي انتخشيكا مانا كوذيزيكو بعدية ولا كوذيزيكو قبلها نا معنى انتخشيكا مانا كوذيزيكو بعدية ولا كوذيزيكو قبلها كالوقف نكواوي نخسيماما على إرويا وأولئك هم المفلحون كرك آية إيو يتانو كرك سورة البقرة إسا وقتاوي تقسيمه وأولئك هم المفلحون أبهو في لوا وقف تام نوقف كامل كامل كخساني معنا أهاني إكامل شيره لفظية نمعنى إكامل شيرة كمعنى نكلفظة بإكامل شيرة معنى هاي تحاجي كوذيز تقويو بعدية ولا كوذيز وريكو قبلية هاي تحاجي بإكامل شيرة إيو فيلو الوقف التام نا الوقف التام هو باتكنا إجيوا خيسة إماليزو إنا كانزا خيسة منجينة تنبيه أما إنا حكوذي للوه أصحاب الجنة نما إماريزة إنخذ له أصحاب النار لم نكن بأيويا
نما شيخ يديري ما هو الوقف الكافي؟ الوقف الكافي نينيو جيم هو الوقف نخسمموه على كلمة إلو يا كلمة لم يتعلق اندخشي كمانا ما بعدها شنو اشتكويو كودي بعدز اشتكوين رخشي كمانا بها نكودي إزو ولا بما قبلها ولا كودي زيكو قبلها انتخشي كمانا لفظا كلفظ أهاني انتخشي كمانا بل معنا كمعنى أهاني فقط يوبيك إيش كمان معنى معنا لكن انتاسا رح كميري كمعنى لكن كودي كميري شيري كلفظ أهاني كميري شيري لكن كمعنى رح كميري كالوقف يخسمما على قوله تعالى لا يؤمنون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون سميمي أبو سميمو إسا لا يؤمنون نوقف كافي لكن انت سيوم أنا انت اختمرا انت قوى كامل إسا انت اختم معنا معنا تختم كخساني ختم الله على قلوبهم زيكو كوذي بعد ذا إتاكويو إشي كمانينينا آية إشي كمانينو كمعنا لكن لا يؤمنون لفظيو إماريزة كأبو لكن معنا تركو ماريزة لفظي تو إماريزو لفظي إكاميريشي لكن معنا ترك كاميريكا إسا وفلوه الوقف الكافي وفلوه كالوقف على قوله تعالى لا يؤمنون تسمم في أول البقرة كرك أول سورة البقرة لأنها كسبب يو معنى آية إي كسبب يو مع ما بعدها إشي كمانين معنى إجا بعدي إتكويو آية إيو وهو نايوني ختم الله نآية إيو ديو متعلق بالكافرين كخساني إشي كمانين إنا يتعلق نا إنا خذلوا مكافرين خذلوا ختم الله مجيته وزيورة على قلوبهم قلب زاو وفنشيره نخفنك مجيته على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فنشيره اوكي نوما نكرك قراني تكوني نينجي تكونو سؤالي نوما انجيري كركا الوقف الحسن ما هو الوقف الحسن نينيو الوقف الحسن هو الوقف نخسمما على كلمة إلو يا كلمة تعلق إشكمانينو ما بعدها كلمة إيوم بي إشكمانين كوديس تقويو بعدية بها نا كلمة إيو وبما قبلها نا إشكمانين كوديس والكو قبلها لفظا كلفظ أهان إشكمانين بشرط تمام الكلام كشرط كوايو كوديس كميريشير عند تلك الكلمة إلو يا كلمة إيو إكميريشير كالوقف على كوايو نقسمما إلو يا قوله تعالى الحمد لله الحمد لله جملة إي نجملة لكن انتاسا معنى كجملة هاني الحمد لله نجملة كالك في أول الفاتحة كالك أول يفاتح شهد الحمد لله نجملة يوم لكن إن تختمرا إن تختم إن تختمريكا لأن رب العالمين صفة رب العالمين صفة يا الله صفة له صفة يا مجيد معنى متعلق إشي كمانينو ما بعد الكلمة الموقوف كلمة إجا إسميما الحمد لله كلمة إيو الله لفظ الجلالة اسمه ما يلوك كلمة إيو
isimema iruke ishikamanene kozisto kuyo baadiye. الموقوف عليها بها لفظا كالوقف على قوله تعالى عليهم الأول في الفاتحة لأنه غير نايون صفة للذين أو بدل منه إذا سمم صراط الذين أنعمت عليهم إني وقف حسن لكن كودي استكويو بعدية إيش معنى لفظي أهاني بيتخ كمريكا كرساني غيري إتخت حاجو ني صفة للذين صفة إيو أما رب العالمين إتخت حاجو الحمد لله إتخت حاجة رب العالمين إسا تخادر سمم لكن وخادر كينينزا شرطك وابن أخشي كمانيشا الحمد لله رب العالمين لكن تقدروا هذا الحمد لله بس الحمد لله يوبيك هايين في مبكخ شكمانشنا رب العالمين نا صراط الذين أنعمت عليهم يوبيك وقادر سمما يوبيك كخصاني غير ينختحج غير المغضوب عليهم صفة يا للذين ينختحج أو بدل منه أموني بدل كركا إعراب هو سين ما هو الوقف القبيح وقف القبيح نيو الوقف القبيح ني هو الوقف على لفظ منطق سمما إلو يكل كلمة غير مفيد هين تينايو بفايدة إسا الحمد لله ني جملة مفيدة لكن يوجد سمما الحمد الحمد ني لفظ غير مفيد ني لفظ غير مفيد ني لفظ غير مفيد كرساني كرسا الحمد يوبيك هاي الحمد حمد نيني دناني حمد لله يتقطع حاجه معناه إساني الوقف وقف القبيح نيني مور سمما إلو كلمة غير مفيد تين يفايدة لعدم تمام الكلام كخساني كوذ تسكو كميريكا وقد تعلق إشكمانين ما بعده كلم كوذ استكوي بعدي إشكمانين بما قبله نكوذ زيكو زيجا قبله لفظا ومعنا بإشكمانين كالوقف على قوله تعالى مر سمام إلو يقول يا مجيت باسمي من بسم الله بسمي وبيك وقادر اقسمهم بسم الله تقعد وعلى قوله الحمد من الحمد لله وقادر اقسمهم الحمد يوبيك لازم اقعد الحمد لله مالك يوبيك اقسمهم اي معنى ني قبيح ني وقف قبيح ني لازم اقعد مالك يوم الدين من مالك يوم الدين لانه لا يعلم تكون ايو إلى أي شيء أضيف شنتو غني إسكتشريزا ويش هذا الحمد الحمد إسكتشريزا ناني مهاتي ويهدي مهاتي يو بيك إسا يو مهاتي إشي كمانيشا ناني معنى إفنيزا أضيف كناني بأي شيء أو على كلام يوهم أماني كوذ استقطيرو وهمو استقطيرو شكا وصفا تلمام لا يليق به كوذ إذا نختلمم توامور چينترو نتلمم إذن تنازو لا يليق به تعالى كمجيتو كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى إتكوية بيانه إن شاء الله تعالى في غير هذه الرسالة شكوى رسالة إي حيث هذه مختصرة يقصني إيني مختصرة إيني مختصرة بس الوقف تماريز كأبو إن شاء الله اشتاق مريشا السكتة ناقش تكينجرو سؤال كم موضع يسكت حفص مهلا كم إمام حفصة وفنيو سكتة سكتة
سكتة لطيفة ما هلاك منكر كقرآن جيم يسكت في أربعة مواضع حفص عن عاصم هما مرى ما هلا نهما مرو الأول ما هلاكار في سورة الكهف كرك سورة الكهف قوله تعالى قول يا مجيت ولم يجعل له عوجا تكون به يكو سين يكو إلو يا أليف ثم يسكت نما هما مرى سكتة لطيفة كما مرى أبو موي من غير تنفس بلا يختنفس بلا يختنف ويقول هذا قيما تقول هذا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر والثاني مهلا بيلي في سورة ياسين كرك سورة ياسين قوله تعالى نقول يا مجيد من بعثنا من مرقدنا ثم يسكت نمهما مرى كما تقدم جسي بسيرون بلي أي سكتة لطيفة من غير تنفس وما مرها بموي بلا يختار نيف ويقول تكهدا هذا ما وعد الرحمن والثالث ما هلا يتات في سورة القيامة كرك سورة القيامة قوله تعالى قول يا مجيت وقيل من ثم يسكت نومهما مر كذلك جسيو ويقول هدا راق وقيل من راق والرابع ما هلا يعني في سورة المطففين كرك سورة المطففين قوله تعالى كلا بل ثم يسكت نمهما مرى كما ذكر جسي ذكريلا ويقول هدى ران كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون سيوها تكأبا معنى إماريز الوقف والسكتة هذا والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه.